اهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده ان شاء الله هنشوف مشكله في شاحن بطاريه ليثيوم 24 فولت، بطاريه جهاز بيعمل بيه ال 24 فولت 250 ملي امبير، والشحن 24 فولت 1 امبير. زي ما حضراتكم شايفين البطاريه مش مشحونه، وبالتالي الليد احمر، الليد بيتحول للاخضر عند الفول تشارج، وعند الشحن الاضاءه دي بتضيء اوتوماتيك. تعالوا مع بعض نشوف الشاحن. الشاحن 25 فولت واتنين من عشرة واحد امبير. طبعا الجهد ده جهد الفول تشارج للبطارية الليثيوم اللي بتتكون من 6 خلايا، 6 × 4.2 × 5 و5.2 فولت. تعال نشوف مع بعض نوصل الشاحن. المفروض الليد الاحمر ده بيضيء باستمرار وبيتغير لونه من الاحمر للاخضر على حسب نسبه شحن البطاريه. زي ما حضراتكم شايفين الاضاءه غير مستقره. طيب حد يسالني ازاي عرفت ان المشكله في الشاحن مش المشكله في دايره الشحن او في البطاريه نفسها؟ تعالوا مع بعض نشوف اضاءه الشاحن. زي ما حضراتكم شايفين اضاءه الشاحن غير مستقره، وبالتالي المشكله في الشاحن. تعالوا مع بعض نشوف الجهد. المفروض جهد الشحن بيكون 25 فولت، الجهد غير مستقر. طبعا خدنا امثله كتير على الشواحن اللي فيها المشكله دي، واتمنى الناس اللي متابعه معانا وعرفت مبدئيا ممكن احتمالات المشكله دي تكون من ايه بالظبط يكتبوا لنا في التعليقات حاليا. التايم اللي انت بتكتب فيه التعليق شاركونا المشكله قبل ما نفتح الشاحن ونشوف ايه المشكله بالظبط. تابعونا بعد الفاصل. هنفك الشاحن، وزي ما قلنا في بعض الاحتمالات اللي بتكون في بالنا عند بدء صيانة أي شاحن. الشاحن طالما إن في إضاءة في ليد الباور، إذا في أوت بوت بغض النظر مستقر أو غير مستقر، إذا الشاحن شغال ولكن في مشكلة عدم ثبات الجهد. في هنا مسمار تحت الليبل ده. الشاحن نوعه بسيط جدا زي ما حضراتكم شايفين. لازم نشيل العزل ده. ده داخل ال 220 فولت، في هنا مقاومة فيوزية انرش ريزيستور بتدخل التيار على بريدج ريكتفاير، والبريدج ريكتفاير بتدخل التيار على مكثف تنعيم 10 مايكرو 400 فولت، وهنا مكثف الاي سي 50 فولت، والاي سي اهو، وسنابل نتورك. قلنا ان الانواع دي ما بيكونش فيها اوبتوكوبلر او فوتوكوبلر، لان الاي سي بياخد الفيدباك بتاعه من ملف ثالث او ملف مساعد من الشوبر نفسه. وهنا الاوت بوت فيه منظم جهد ودايود او شوتكي دايود بيشحن المكثف 35 فولت 330 مايكرو فاراد، وليد انديكيشن وترانزستور بيشغل الليد. طيب زي ما قلنا في بعض الاحتمالات، غالبا لما بيكون الشاحن شغال ولكن الجهد غير مستقر، اما بيكون مشكله في الفيدباك، ولكن الاسهل والاكثر شيوعا المشكله بتكون في المكثفات. وزي ما حضراتكم شايفين المكثف ده واضح ان فيه بعض السوائل خارجه منه، مش موفر شحنه كافيه للاي سي انه يشتغل، وبالتالي الاي سي كل ما يعمل ستارت اب بيتوقف بسبب ان مفيش 300 فولت على المكثف. تعالوا مع بعض نقيس جهد المكثف ونشوف. شايفين حضراتكم الجهد بيتغير بدون حمل، المفروض بدون حمل بيكون الجهد ثابت. ده دليل ان قيمة المكثف انخفضت بشكل كبير جدا، وبالتالي المكثف كأنه مش موجود. طيب اول حاجة هنعملها هنفك المكثف وهنقيس قيمته. بعض الناس بتلحم مكثف على المكثف التالف
بنلحم مكثف قبل ما نفك المكثف ده، نلحم مكثف لو الشحن اشتغل كويس اذا فعلا العيب من المكثف، ولكن انا ما احبش اشتغل على مكثف انا شايف ان هو تالف و100% مش شغال، اشيله الاول ونوصل مكثف تاني مطابق ليه في القيمة وفي الجهد. المكثف اهو، تعالوا مع بعض نشوف القيمة بتاعته. المفروض ان هو 10 مايكرو فراد، زي ما حضراتكم شايفين المالتيميتر مش قايس قيمة المكثف، ده دليل ان هو بيشحن ويفرغ ذاتيا. اذا المكثف فعلا تالف، واضح عليه من الشكل الظاهري. طيب المكثف اللي لقيته نفس الحجم تقريبا هو مكثف 6.8، يعني تقريبا 7 مايكرو فراد، 400 فولت. افضل طبعا ان القيمة تكون نفس قيمة المكثف الاصلي اللي موجود على البوردة، ولكن ده اللي موجود وان شاء الله بيشتغل مفيش اي مشكلة. نوصل المكثف مكانه، وطبعا ناخد لبالنا من الموجب والسالب، السالب بيكون فيه العلامة السوداء دي. تعالوا مع بعض نجرب، ناخد لبالنا من الليد وهنقيس الجهد. الليد شغال بشكل منتظم، وتعالوا نشوف الجهد. ٢٥ فولت و7، الجهد ثابت 100%. طيب تعالوا نشوف مع بعض جهد المكثف. المكثف شفناه في الحالة الأولى كان الجهد بيتغير من 310 فولت ل 300 فولت بدون حمل. في بعض الناس ممكن تقول لك الجهد ممكن ينخفض مفيش أي مشكلة حتى ال 280 فولت، ولكن ده صحيح مع الحمل. بدون حمل المفروض الجهد على المكثف الكبير او المكثف 400 فولت يكون ثابت، 331 فولت ثابت بدون حمل، ولكن مع الحمل ممكن يتغير الجهد مفيش مشكلة. هنقفل الشاحن وتعالوا مع بعض نجرب شحن البطارية. اتمنى الناس اللي توقعت المشكلة في اول الفيديو يكون توقعها سليم، ان المشكلة في مكثف ال 400 فولت او مكثف التنعيم او مكثف الانبوت. لازم عشان تحترف الصيانة اول ما يجي لك جهاز او يجي لك باور او شاحن وتجربه لازم تحط الاحتمالات في بالك اللي ممكن تقابلك تفحصها في الاول، لازم يكون عندك بلان او عندك خطة للشغل بتاعك. شوف جهد الاوتبوت 25 فولت و6، تعال نشوف شحن البطارية، اضاءة الليد زي ما حضراتكم شايفين بتشتغل على شكل نبضات ولكن غير متقطعة، وهنا ليد الشحن، ليد الانديكيشن، ترانزستور طبعا بينظم تشغيل الليد الاحمر والليد الاخضر، الليد الاخضر عند اكتمال شحن البطارية والليد الاحمر فترة الشحن، وهنا الليد النابض دليل ان البطارية بتشحن. اتمنى يكون فيديو النهاردة اضاف معلومة جديدة لحضراتكم ويكون الكل استفاد منه. طبعا متنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.